ما تهمشونا وما تحكوا باسمنا. تيكون الدمج بالمجتمع حقيقي وفعلي، لازم نكون مشاركين بصنع جميع القرارات والقوانين والخطط الإنقاذية للبنان. لازم تتعاون كل الوزارات المعنية معنا لنساعد بوضع وتنفيذ خطة وطنية لتأمين مجتمع دامج بمجالات الصحة والتعليم والعمل والنقل والبيئة. ولازم الدولة تطبق القانون رقم 220 على 2000 وتصدق على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتلتزم بأهداف التنمية المستدامة. نضلنا كتير ورح نضل مستمرين، نصرنا الجميع بقضاياهن، هلأ دوركن تدعمونا. حتى ما تبقى حقوقنا 20 سنة تانية حبر عورق، لازم نطبق القانون 220 على 2000 لنأكد حقنا بصنع القرار. حقوقنا مش حبر عورق.